ايضا هلا بهيدي الحاله نحن بحب الشباب اكثر العلاجات هلا عم تتجه والعلم انه عم نعالج موضعيا، اوكي؟ لان الناس ملت او تعبت من الفتره الطويله للعلاج بالعلاج الفموي، فالناس بتحبس اكثر العلاج الموضعي. اكيد اول شيء بنبلش بالعلاج الموضعي بجلسات خاصه لمعالجه حب الشباب، ننشف الغدد الدهنيه المسؤوله ونخفف الالتهاب اللي بيكون بالوجه لنعطي افضل نتيجه لعلاج حب الشباب. دائما بكون على مراحل معالجه حب الشباب، اول شيء بنجفف الغدد الدهنيه بنضعفها شوي، بنخفف الحاله الالتهابيه اللي بتكون بالوجه، ثاني شيء بنصير بقى نعالج نروح الآثار اللي رح يتركها حب الشباب مثل ما بتعرف انت، وخصوصا التريتمنت بده يكون في اشراف عليها دائم لحتى ما تعلم او يصير عندنا سكارز قويه وما يصير عندنا ندوب قويه خلال فتره العلاج.